فرح تي في تكون إن شاء الله أول قناة مغربية عربية موجهة لكل عرب، خاصة بالطفل والأسرة. ملي كنقول الطفل والأسرة كنتكلم على برامج تكون خاصة إن شاء الله بالطفل، وبرامج خاصة بالأسرة وبتوعية الأسر سواء المغربية أو العربية. لا، هي ماشي قناة فضائية، ولكن قناة مثل قناة فضائية، وهي قناة على اليوتيوب عندها برمجة في أوقات معينة، عندها دي سبوت بوبليسيتي خاصة بها. كل نهار عندنا برنامج معين من غير يوم الاثنين، يعني احنا عندنا برمجة من الثلاثاء حتى يوم الأحد. صراحة هي ماشي الفكرة ديالي، هي الصراحة الفكرة ديال سي مصعب الحرفوش اللي هو المخرج في قناة الفرح تي في وأحد المساهمين في هذه القناة، واللي هو طبعا الزوج ديالي. احنا كوبل كنتكاملوا في مجموعه من الاشياء. هو يعني اختصاص ديالو كل ما كيخص الاخراج، المجال التقني، الاخراج، التصوير، التوضيب، وانا المجال الصحفي، كتابه المواضيع، اختيار البرامج وما الى ذلك. دونك ارتئينا ان احنا نتكاملوا في هذا المشروع ونخرجوا هذه القناه للوجود بحكم الخصائص الكبير اللي كاينه في هذا المجال. غياب تام للبرامج الطفوليه، والحمد لله لقينا واحد ارتسامات طيبه جدا جدا، ولقينا واحد الشغف من الاطفال كبير بزاف. فانطلاقه صحيحه كانت من اللي من المهرجان في 2014 بحضور نجوم ديال قناه نون، فقلنا علاش ما يكونوش عندنا النجوم ديالنا، يجيو تجيب نجوم مثلا من دول اخرى. وبحال لي يعني واحد الثقل كبير عليك، لا ماديا ولا يعني يصعب بان الانسان يصمم في انشطه الاطفال. فكانت هذه هي انطلاق ديال الفكره، ودينا كتنضج سنه مو سنه. تجاب الله مع هاد بعد الكورونا انطلقنا، يعني الحياه ديالي خاصه ما بقاتش ترجع، كل شيء بروجي، تفضل ولا بروجي، جالسين كنناقشوا البرنامج كذا كذا شنو نعملوا فيه، يعني صافي الحياه على قول لك رجع كل شيء، كل شيء فرح، والحمد لله كنحسوا بان هاد الشيء كنخدموا بواحد نوع من فرحانين، يعني الفرح مع الفرح، خصوصا بان ما يميز هذا المشروع على بقيه المشاريع الاخرى. الاطفال دائما كيعطيو واحد الحاجه، واحد الانرجي زايده، ماشي بحال الناس كبار معاهم مشاكل، معاهم صداع. الاطفال دائما ضحك، واخا كتعصب كتشوف فيهم كتبقى تضحك، كتقول الحمد لله. فالمهم حنا كان عندنا ان شاء الله امل بان هذا البروجي مشاركة ديال الشركاء اللي معنا والاخوه اللي معنا ان شاء الله غادي يمشي بعيد، وطبيعه الحال تال الموظفين اللي معنا تبارك الله كيبدلوا كيساعدونا بزاف، حيت هذا البروجي كما بحال اللي كتعرف بان خصو طاقه كبيره، وطبعا خصو تمويل صحيح. حنا ان شاء الله غادي انطلاقه، ونتمنى ان شاء الله يكونوا عند حسن الظن. دونك من الاهداف ديال قناه الفرح تي في ان شاء الله ان احنا نخلقوا واحد الفضاء ومساحه للتعبير للطفل سواء المغربي او العربي، بحكم ان احنا للاسف ما عندناش برامج خاصه بالطفل، ودائما كنشوفوا ان الطفل مغيب في القنوات ديالنا ولا في البرامج ديالنا ولا حتى في حاليا في اليوتيوب. وللاسف كنشوفوا ان الطفل المغربي رجع مدمن على اليوتيوب، على مواقع التواصل، وبالتالي كيحاول يبحث على شي برامج اللي هي ترفع عليه وهذا، وكيمشي لشي برامج اللي هي لا تعنيه بالمره، وما كتحافظلو لا على هويه ديالو ولا على دين ديالو. وان شاء الله يا ربي الحبيب وفقنا ربي ان نكملوا في هذه المسيره هذه، ونعطيوه شي برامج اللي هي تنمي له الافكار ديالو وتزيد بهم قدام ان شاء الله. مرحبا بكم اصدقائي في حلقه جديده من حلقات برنامج هيا ننطلق. اليوم أصدقائي غنطلقوا باش نكتشفوا مهنة جديدة،
مهنة اليوم عندها علاقة بالمرضى، كتقدم لهم المشورة وكتوجههم نحو الطريقة الصحيحة استعمال الدواء وكتعرفهم الآثار الجانبية ديالو ومواني الاستعمال. Je suis la présentatrice de l'émission Hayana Talek qui figure dans la chaîne Al Farah TV. بالنسبة للكيستيون ديال اللي كيكونوا في هيانا نطلق جو لي بريبار موا ميم كوم جو سوي كيوريوز كيعجبني نعرف بليزيوغ شوز اللي كيكونوا في ديفيرون ميتي اللي يقدروا يعاونوني ويعطيوني لأي طفل يقدر يسقسيهم باش يفيدوهم كتر هاد الأسئلة ويعرفوا الأجوبة الأسئلة اللي كيكونوا دائما كيروجوا في البلد ديالهم وكيبغيوا يعرفوا شنا هي هاد المهنة. أنا القراية ديالي هي أهم حاجة عندي، ولكن في الوقت الفراغ ديالي هو كيكون برنامج الفرح تيفي اللي كيفدني بزاف. عاوتاني نصيحة الأطفال هي أن القراية عاوتاني بوحدة، ومني كيبغيو يتفرجوا ما يتفرجوش في الحاجات اللي ما كيكونوش سيكوريزي وشي حاجات ماشي هما هادوك خصهم يتفرجوا فيهم. إذا يقدروا يتفرجوا في قناة الفرح تيفي اللي هي واحد القناة غتفيدهم بزاف في الحياة ديالهم، وماشي غير في الحياة حتى في القراية وبزاف د الحاجات اللي يقدروا يصادفوهم في الحياة ديالهم. السلام عليكم أصدقاء، أنا اسمي تسنيم بقجيش، عمري 9 سنوات، أدرس بالمستوى الرابع ابتدائي بمدرسة أم أيمن بطنجة. عندما أستيقظ في الصباح الباكر أذهب لكي أتوضأ استعدادا للصلاة، بعد أتناول فطوري وأذهب لأستعد للمدرسة عفوا، أحاول أن أشارك مع أصدقائي لأحافظ على تفوق. الشعور ديالي ملي كنقدم يعني البرامج يعني كيكون شعور رائع جدا، أفتخر بنفسي لأني عندي لدي موهبة. أنا عاشقة للغة العربية، أقرأ الكثير من الكتب والروايات، وهي التي جعلتني مقدمة لبرنامج من قناة الفرح تيفي. بصراحة عائلتي يشجعونني، كما أنهم يعني لا يلقبونني باسمي، يدعونني بالصحفية الصغيرة يعني. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.